اليوم يا اساطير حنبني مع بعض اكبر برج واكبر شركه في عالم روبلوكس. شايفين البرج اللي ورانا؟ عملاق. شايفين البرج الثاني؟ كمان كبير، وفي جزيره صغيره هناك وفي جزيره هناك صغيره بالسماء. انا متحمس يا شباب علشان ابني الشركه الكبيره واطلع للبيت اللي فوق الغيوم. فيلا بينا يا شباب، قبل لا نبدا لا تنسى تنزل تحت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا اسطوره وتضرب زر اللايك العنيف. يلا بينا يا شباب. هذه بالاول بيحكي لنا فري، خلينا نركز على الشغلات اللي بتعطينا فلوس اكثر. اوكي ماني نسيت احكي لكم ان انا اصلا جمعت فلوس زي ما انتم شايفين هنا فوق 30900. كيف جمعتهم من غير لا تبدا يا تامر؟ تعال اوريكم كيف جمعتهم. ان شاء الله يكون فيه في وحده. هي تو نازله، شوفوا هاي. اوب، هذه بتعطينا كاش. الماب أسطورة شباب، الماب بيحكي لك خد كاش وابني، خد كاش وابني. هذا الشيء بيخلينا نبني بسرعة، إنه يعطينا كاش كل شوي هيك دروب من السماء ينزلنا كاش. هذا الشيء عجيب صراحة. زي ما أنتم شايفين صار معي 31000، فراح نعمل الشركة بسرعة، بسرعة راح نعملها شباب، وأنا متحمس أصلاً علشان أشوف الشركة من جوا كيف راح يصير شكلها. يلا بينا شباب، خلينا ناخذ هاي وهاي. كلها رخيصة شايفين؟ هاي تبعت الناس الأغنياء مش تبعتنا، ما بدنا إياها. هذه إيش؟ هاي كمان تبع الناس الأغنياء ما بتلزمنا. أوتو كولكت أوف، أوتو كولكت أون. الله، معنا أوتو كولكت. أوكي حلوة، خلينا نبني هاي ونبني هاي ونبني هاي. تقريبا دوسنا على أوكي، هاي تبع الناس الأغنياء. معنا لسه 31000 شباب، شايفين؟ أسطورة. جن، اوه مسدس ميه هذا ولا ايش؟ اوه ماي جاد، مسدس ليزر. اوه اسطور، اسطور الليزر بيضرب من بعيد اصلا. اوه سكرت الاوتو كولكت، خلاص فتحنا. طيب ما علينا شباب، تعالوا نكمل. هذا ايش؟ ما تحكي لي هذا ايه؟ اوه هذا بيعطينا سبيد. عاش، ماشي أسطورة. طيب تعالوا نبني هاي. ايش صار؟ كبرنا المكان تبع الفلوس يا شباب. عاش عاش. لا لا خلينا نشيل هاي تبع السرعة لأنه مو عارف أركز فيها. خلينا نبني هذول. ايش؟ هاي أجهزة المصنع. أوكي هو الدور الأول راح يكون أوه ماي جاد. هو الدور الأول يعني راح يكون مصنع ولا ايش؟ أنا مو فاهم للحين. بس تقريبا لازم نطلع. أوه في واحدة أخذت منا 15000. هاي كم؟ 3500؟ بس عشان ديكورات؟ والله كثير. أو ماي جاد، 11000. وهي 6000. وات؟ كيف راح نطلع لفوق؟ لا 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 لا. هاي بتعطينا فلوس يعني ولا إيش؟ ريموف. أو ماي جاد. أونر أونلي دور. أيوه. ايوه سكر لي الباب، خلاص هيك مسكر. طيب شباب لازم نجمع كمان فلوس علشان نطلع طابق ثاني لفوق. واو بس خلصنا احنا الدور اللي فوق بثلاث دقائق حرفيا شباب، ما اخذ معانا وقت. وهذا كله علشان الدروبات اللي كانوا بيعطونا اياها هون، شايفين؟ تعالوا نجمع هاي، يا رب يعطونا مبلغ كبير، 100000 مثلا. يا سلام يعطوني هيك 100000 مره واحده. يا رب يا رب. كم طلع لي؟ ما انتبهت. اوكي هنا في اثنين. واحد اثنين. خلينا نجمع الفلوس يا شباب ونروح نكمل بنا. والله انا مبسوط، الماب اسطوري. شوفوا شوفوا كيف الدروبات هاي، صار معانا 25000. يعني في مرات بيعطونا 10 وفي مرات بيعطونا 50 بس كمان حلوه يعني. اوكي راح نلحقكم، راح نجيكم. حلوه، طلع لي 1000. يلا حلوة، في واحدة هناك بس مكسل اروح اجيبها. تعالوا بسرعة نبني هاي. 6500 وهاي كمان ويند. طلعنا دور واحد بس كيف راح نطلع لفوق؟ هاي الستيرز. الله عجيب عجيب. يلا يلا شباب يا رب يكون هنا في مكان. هاي فري. الله هاي بتعطي. هاي الكوليكتر بس. هاي الوول. هاي الكونفوير. اوكي 6000. خمسة 4500. اوكي حلوة، بس ما بدنا الوول، احنا بدنا هدول اهم.
او ماي جاد ما عندنا فلوس، ايش لازم نسوي؟ انا بحكي لكم ايش لازم نسوي. راح نوقف شوي، راح نروح نجمع فلوس شباب، وخليك معنا عشان تشوف الديكورات الأسطورية اللي راح تكون في داخل هذه الشركة شباب. لسه ما اشتركتوا في القناة، انزل تحت اشترك في القناة، ولا تنسى اللايك العنيف يا أسطوري. عارفين يا شباب شو أحلى شيء؟ أحلى شيء يكون معاك هذا السبيد وتجمع فيه فلوس. شوفوا شباب، حرفيا ما بياخد الموضوع معاك ثواني. شوفوا حرفيا ما بياخد ثواني معاك الموضوع، وبس امشي وجمع فلوس. وين في كمان؟ هذه واحدة. الله، والله يا شباب انصحكم تفوتوا تجربوا الماب. الماب اسطورة. شوفوا والله ما بياخد. شوفوا صار معانا 200,000، 196، 197، شايفين؟ اوه لا، خلينا نشيل هاي. في كمان اثنين هون، خلينا ناخذهم بسرعة. 206,000 شباب، اسطورة. لا وكمان هذا الشوز اللي لابسينه مش بس سبيد، كمان بيعطيك جمب عالي. تعالوا اوريكم مثلا. يا ساتر على كمية الكاش. الله، خلينا ناخذ هاي بسرعة. مثلا جمب، اسطورة صح؟ والله اسطورة يا شباب. اوكي صار معنا 224,000، خلينا نشيل السبيد ويلا بينا على 10,000. اوكي اصلا ما يهمنا، معنا 200,000. هي ابني، ايوه وابني لي هاي كمان عشان يصير يعطينا فلوس كثير. يا شباب حطيت اللايك ولا لسه؟ انزل حط اللايك. حطيت اللايك، والله انت اسطورة. والله كل واحد حط اللايك اسطورة. هذه ب 10,000. اسطورة السيف. او ماي جاد، او ماي جاد شباب، نفسي اجرب هذا السيف على حد، بس لا حرام. خلينا نكمل البنى تبعنا شباب. 94، 5. او ماي جاد فلسنا. اوكي فلسنا. عارفين شو يعني فلسنا؟ عارفين يعني شو لازم نعمل؟ شوز السرعة. وين الفلوس؟ جمع. خلينا نجيب فلوس بسرعة يا شباب، ونرجع لكم مرة تانية علشان لا نطول بالفيديو. رجعنا مرة تانية يا شباب، بس هاي المرة معانا 675، 677، 680,000. مو ملحق والله. خلينا نبني الشغلات اللي بتعطينا كاش، مثلا كاش بروديوسر 4. اوكي وهاي كمان بتعطينا كاش، وهاي ب 45,000. اوكي نقدر نطلع فوق. ما بدي السيف والاسلحه هاي، ما بدنا اياها صراحه. هاي ايش هاي؟ دولارات، فلوس يا اخوان. طيب ظهر انه لازم نبنيها. اوكي عجيبه. اوكي خلينا نعمل هاي. اوكي ما علينا فيها. هاي ايش؟ طيب كيف بدنا نطلع فوق؟ الو اعمل لي الدور. الو سيبنا من هاي. اعتقد لازم نعمل هاي، ولازم نخلص هاي كمان. اعتقد لازم نخلص هدول اللي تحت. اوكي لازم نعمل الوول. اوكي عشان انا مو عامل الوول اصلا. فهمت الحين. النكس فلور، خلينا نطلع فوق شباب، نعمل اهم شيء تبع الفلوس. وين تبع الفلوس؟ هاي تبع الفلوس، ما فيها فلوس اصلا. ماشي. بنكر ليجندري فري. او ماي جاد شباب، لا الموضوع كبير صراحه، الموضوع كبير. هاي فري كمان. وات ايش هاي؟ ايش وات؟ لا شباب جد الموضوع صار غير. او ماي جاد، يعني احنا بلشنا نصير من الاغنياء شباب. انا متحمس اني اوصل هذا البيت. هذا البيت صراحه انا نفسي اعرف ايش فيه، بس خلينا نعمل اول شيء الشغلات اللي بتعطينا فلوس. يعني هاي ايش هاي؟ شوفوا كيف بتنقط فلوس، والله اسطوريه شباب. شايفين الفلوس مو ملحق عليها اصلا، مو قاعده تنقص. يا سلام،
قسما بالله أسطورية. هاي إيه؟ هاي إيه؟ أوكي هذه بفلوس. أوكي لازم نطلع في الدور اللي فوق كمان شباب. هاي بعشرة آلاف. آه. Oh my god. Oh my god. Oh my god. إيش رأيكم بالنظارة شباب؟ عجيبة. والله عجيبة. خلينا نعمل كمان دق. أوه. What? أيوه. كيف أشيلهم؟ أيوه. What? شعري. ألو. شعري. لا. يا فضيحتي. شعري راح. ماشي. خلينا نعمل هيك بسرعة. What? هاي شو بتسوي؟ يعني احنا صح؟ استنوا لازم نجرب هاي لازم استنوا هيك. هيك كيف اطلع؟ بيرمي هاي فكرته بيعلق فيها هيك. دقيقة. اوه غبية ما علينا فلوسي راحت. خلينا نطلع فوق شباب ونكمل البنى الاسطوري تبعنا. تعالوا نكملوا هاي اللي تحت. خلينا نكملها. خلينا نعمل هاي وهاي كمان. اوه ماي جاد. اوكي خلينا نطلع فوق شباب ونخلص اللي فوق. وين في كمان؟ وات كم نيكست فلور بمليون. او ماي جاد بلشت الاسعار تصير غاليه ب 150,000. اوكي دروبر هاي بتعطينا فلوس كمان. اوكي انا وات شباب 65,000 باقي معي بس شوفوا الفلوس كيف قاعده تزيد فوق. شوفوا قاعده لا قاعده تزيد بسرعه اصلا. معناته شباب هيك بصير التجميع اسرع. يعني لو رحنا دقيقة ورجعنا راح نجمع كثير. الله يا ساتر يا ساتر. غالية والله غالية شباب غالية. بس قربنا نوصلها. طيب شباب نروح نجمع فلوس نرجع لكم. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل يا اسطورة اشترك في القناة وحط اللايك الاسطوري. طيب يا اساطير رجعنا من جديد بس هالمرة معانا 10,500,000 و600,000. تعالوا اول شيء نعمل ال بريك. من وين بنطلع كوين؟ اوكي مجرد شكل بس. يلا كويس ما اخذت منا كثير بس بدي النكست فلور احسن. اوكي هذا النكست فلور بمليون علشان على طول نطلع فوق شباب. وهذا اعتقد السلم. الو السلم. هذا الويندو. وهذا ما بعرف شو. هذا ما بعرف شو. 9 مليون. او ماي جاد 360 شباب وين ال اوكي والله قربنا نوصل شباب. خلينا نبني هاي سريع شباب سريع عشان ناخذ فلوس علشان نطلع فلوس. ناخذ هدول بسرعه. الو باقي معي 4 مليون. والله ب 800,000 ب 900,000. او ماي جاد شباب والله باقي معي 800,000. شايفين صارت تسحب فلوس بسرعه. او ماي جاد صار الموضوع صعب. اوكي هاي بمليون ونص. هاي ب 450,000 بث كاش كولكتر. اعتقد اني مش بحاجه للكاش كولكتر لانه اوريدي في عنا اوتو كولكت. طب خلينا نعمل هاي لانه هاي بتعطينا فلوس. هذه بمليون فلسنا. طبعا زي ما انتم عارفين بعد ما الواحد صار غني شوي صار لازم يغير ملابسه. لبسنا يا شباب لبس الشغل اللبس اللي لازم نجي فيه على الشركه. وكمان حطينا ديسكات للموظفين والموظفين بلشوا يدخلوا علينا فلوس. اعطيني كمان ديسك ونزل لي موظف يا كبير. كمان ديسك ب 4 مليون. او ماي جاد الموظف هذا راتبه 5 مليون. من وين نجيب له 5 مليون؟
اوكي بس اوريدي الشركه بتدخل فلوس كثير شباب، وهي احلى موظف ينزل 5 مليون. او ماي جاد، البورك ستيشن هذا ب 5,500,000. طيب نجمع فلوس ونرجع يا شباب. رجعت لكم يا شباب ومعايا 136 مليون، وكمان خلصنا الدور او الطابق اللي فيه الموظفين الاساطير. الموظف محمد دايما بيضحك، الموظفة سناء دايما مصدومة، ومعانا الأستاذ مدحت دايما مكشر ومعصب ما بعرف ليش، ومعانا كلبوب الشهير بالهكر، ومعانا كمان بسبوس. أيوة بسبوس، حطنا لهم قهوة وشجر وصورتهم، كل واحد حطنا له صورة، يعني روقنا عليهم وزبطنا لهم وضعهم. المهم والحين واللحظة المنتظرة يا شباب، الكلاود ايلاند ليجندري شباب ب 30 مليون. اوكي راح يصير في عنا الجزيرة اللي فوق الغيوم. جاهزين يا شباب؟ 1 2 3. اوبو. طيب طيب كيف نروح لها؟ نعملها تيليبورت. يا سلام يا شباب، اخيرا صار في عنا جزيره فوق الغيوم يا شباب ب 10 مليون. بنعمل نعمل هاوس 5 مليون. راح احاول اخلص كل اللي عندي هون عشان اشوف هذا. هذه غرفتي يعني ولا ايش؟ 10 مليون، 12 مليون. او ماي جاد، اسطوره تي في. 30 مليون، مايننج بيتكوين. وات يعني هيك بصير يجيب لنا فلوس اكثر بيتكوين شباب؟ او ماي جاد، يعني هذا المكان هو خاص في البيتكوين صح؟ عشان هيك عامله فوق السحاب عشان يعني ما حد يوصل هون ولا ايش؟ اوكي اسطورة المكان. بس السؤال، اوكي ارجع من هون انا ماشي، خلينا نستكشف نشوف اذا لسه في شيء ولا. اوكي يعني هذا المكان بس للبيتكوين شباب، ما اعتقد انه في شغلات ثانية راح نبنيها. يعني هاي upgrade بيتكوين ماينر بتصير تعطينا 5x لو عملنا لها upgrade ب 150 روبوكس. ماشي خلينا نرجع جزيرتنا، احنا معانا اوريدي 9 مليون. نشوف ايش فينا نعمل. هاي ايش بتعمل هاي؟ اسطورة. الو بدي البس. وات ايش في هذا؟ مدير الو. الو مدير، ولا انا المدير بس. اوكي شباب، اوكي حلوه اسطوريه شباب. اعتقد لو ممكن وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم هاي الحلقه احكوا لي اذا حابين ننزل حلقه جديده او لا نكمل فيها علشان نوصل نفس ما عمل هذاك الشاب اللي هناك. شايفين الشركه تبعته كبيره كثير. وما تنسوا يا شباب تنزلوا تحت تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس وتحطوا اللايك الاسطوري يا اساطير. باي باي.